هنا فندم العربية دي عربية من 6 عربيات في القطار، كل عربية تقريبا سيادتك بتاخد 300 راكب بإجمال 1800 راكب في القطار. ده اللي بيدينا الطاقة الإنتاجية القصوى إن هو نقدر نشيل إن شاء الله 1 مليون راكب يوميا في هذا القطار. العربية يا فندم عربيات مؤمنة، كاميرات حريق، طوارئ، صوت، شاشات زي ما سيادتك هتشوف دلوقتي، برضو اماكن الجلوس للمعاقين واماكن حركه المعاقين، حاجات للفرامل للطوارئ، كل يا فندم الوسائل الحديثه دلوقتي بتاعتنا زي ما سيادتك بتوجه باستمرار مؤمنه تامين تام للوسيله نفسها ومستخدم الوسيله. هنا يا فندم على سبيل المثال في كابينه القطار. هنا كابينه القطار يا فندم القائد القطار والمؤسسه يا فندم ده مصري اتأهل وتعلم وتدرب في شركة أبك الصينية اللي هي المصنعة القطار أثناء فترة تصنيع القطار وأثناء فترة تجميعه. هم سيادتك واخدين الصيانة، عشان كده هم خدوا 100 مصري في المرحلة الأولى، لأن احنا سيادتك مشتركين معاهم حتى عقد الصيانة بتنفذ ب 90% من المصريين، ويا دوب المديرين هم اللي من الصين. سيادتك زيه بالظبط زميله، وده اتنقل لشركة ار اي تي بي الفرنسوية اللي احنا تعاقدنا معاها مع الشركات المصرية في يعني تحالف شركة فرنسية، ولكن معاها شركات مصرية أخرى قطاع خاص مصري بتدير وتشغل هذا المرفق عشان نحافظ عليه وعشان باستمرار نضمن سلامة وتأمين المستخدمين والقطار. طبعا فندم الكابينة مجهزة بكل وسائل القيادة والتحكم في القطار، طبعا عداد السرعات. طبعا في هنا فندم ده مبين قدامه سيادتك لكل الابواب الخاصه بالقطار، ما بيقدرش يطلع الا لما كل اللوحه دي كلها سيادتك تخضر تبقى خضراء وتطمن تماما انه قفل كل الابواب، يبدا سيادتك يتحرك بالقطار. طبعا برضه ده متحكم فيه مركزي، هو بس موجود للطوارئ بيسوق، ما بيسوقش يدوي وما يتدخلش يدوي. القطر متحكم فيه من غرفه سيطره وتحكم مركزيه داخل الورشه اللي سيادتك هتشوفها دلوقتي. هنا يا فندم حاجتين كمان مهمين جدا، هنا كاميرا وده اللي كان ينقصنا. كاميرا يا فندم هنا بتصور السكه عشان لو في لا قدر الله اي حادث او حاجه نقدر الكاميرا دي مصوره السكه كانت مكسوره او كان في حد عليها او في قطر كان قدامه، هنا بتصور كل حاجه. هنا يا فندم كاميرا خلف حضرتك وخلف قائد القطار بتصور تصرفاته، هو سابها ومشي زي ما بيحصل في بعض الاحيان، هو بيشرب سيجاره وده طبعا عندنا ممنوع. الكاميرا بنصور لا صورت طبعا